محافظة واسط عن محاولة اغتيال الثائر قاسم التميمي بعد تعرض الأخ الثائر قاسم التميمي إلى محاولة اغتيال فاشلة هذا اليوم، فإننا ندعو القوات الأمنية إلى أخذ مهامها بصورة حقيقية وتطبيق القانون وحماية المواطنين دون خشية من الأطراف السياسية الفاسدة. إن عملية الاغتيال التي حدثت اليوم يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر محمد جميل المحافظ فاقد الشرعية التي نبذته المحافظة والتي تمسكت به الأحزاب الفاسدة رغما عن إرادة أهاليها. إذ يأتي هذا الحدث الإجرامي في سياق سلسلة من الأعمال العنفية الخارجة عن القانون والتي أقدم عليها محمد جميل ضد المتظاهرين وساحات الاعتصام وحرق القيم والتهديد وتجنيد عصابات خارجة عن القانون لضرب ساحات الاعتصام، بل وصل التهديد إلى عوائل المتظاهرين وأقربائهم انتقاما من سلوكهم الاحتجاج المشروع. ندعو جميع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية إلى عدم توفير أي مقر بديل للهارب محمد جميل في مقراتها، كما نحمل المسؤولية الكاملة لأعضاء مجلس النواب عن محافظة واسط المتواطئين مع المحافظ القاتل مقابل مشاريع وعقود. ولن ننسى موعدنا يوم الثلاثاء مع النواب، النصر للثورة والسلامة للثائرين والخزي والعار للحكومة المحلية ومحافظها الهارب. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. مشاهدينا الكرام للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة في هذا الشريط، عندكم ذني الرقمين الاثنين، ذني إلى الداخل من زاخو إلى الفاو في أي بقعة من بقاع الأرض تقدر تتصل بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج، أما ذني الاثنين فذني مخصصات إلى دول الخارج، عندكم أربع أرقام للاتصال، ذني اثنين والقبلها للداخل اثنين، أما هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب أرجع أكرر احنا ما نقدر نستقبل عليه اي اتصال او رساله صوتيه او فيديو داخل البرنامج، ما يبين عندنا، فقط الرسائل. اتمنى انه تكتب لنا رساله من مكانك مطبوعه بمكانك واسمك حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام احنا بال2021 بال2019 الشعب العراقي يعني انتفض، وانتفاضة كانت كبيرة جدا، تحولت هاي الانتفاضة إلى ثورة، ومطالب الثورة كانت واضحة منها هي إنهاء نظام المحاصصة الطائفية، إنهاء هيمنة الأحزاب، إنهاء الفساد، إنهاء المحسوبية في الحكومة العراقية، وكذلك إيجاد نظام بالعراق أن يكون نظام وطني على شرط أنه اللي يدخل بالعملية السياسية مداخل قبل من 2003 إلى حد الانتخابات اللي من المفترض انه راح تصير بال2021 بشهر 10. احنا بهالشهرين ذني هسه اللي دا نعيشين راح تبدي الدعايات الانتخابيه، ومن بدات الدعايات الانتخابيه بداوا يمشون على نفس الخطه اللي كانوا يمشون بها قبل. اردفتهم ذولا ما تعلموا، ما عرفوا انه الشعب العراقي بعد ما تفيد وياه هاي الوعود الكاذبه، واحد يطي دجاج والثاني يطي بوتيتا والثاني يطي خيار، واللي يوزع صوبه واللي يوزع بطانيه، واللي يستفاد من قضيه المعتقلين الموجودين داخل السجون العراقيه او قضيه المهجرين والنازحين الموجودين داخل المخيمات او موجودين في محافظات ومناطق اخرى، او يستغل قضيه المخبر السري او قضيه الوظائف، قضيه رواتب المتقاعدين، ذن القضايا اللي اصبحت هي قضايا مهمة ويومية بالنسبة للمواطن العراقي. ما تتوقعون أنه لما يمشون السياسيين على نفس الخطى أنه هذا استخفاف لعقول الشعب العراقي؟ لو تشوفوها غير شيء، هل من المعقول أنه السياسي العراقي سعد من الكويت ويانا؟ حياك الله يا سعد. حياك الله يا أستاذي، تحية لك يا النشمي الغالي. أستاذي حبيت أعرف يعني هذا السؤال، ماذا
تعني كلمة التبعية، التبعية ماذا تعني كما ذكر السيد سابقا يا أستاذ؟ ونتمنى أيضا يا أستاذي من الوجوه الطيبة، الوجوه يعني المرشحين الجدد، يخدموا يا أستاذي المجتمع، لأنهم وجوه جديدة يا أستاذي. أقصد المرشحين يعني يريدون الأوادم، يعني إصلاح خلل الكهرباء، ونصف الأوادم تريد أمن وأمان، يعني طرق محافظة. أيضا يا أستاذي بالنسبة للحل الخدمات يعني بجد واجتهاد، يعني بسرعة يعني تنفيذ الخدمات يا أستاذي. وكذلك أيضا يا أستاذي حبيت قبل الختام أذكر شيء واحد، يعني إحنا مع المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين، ولكن هناك أوادم يا أستاذي بيها يعني ربو، بيها ربو وضيق تنفس وحرق الإطارات لا يجوز يا أستاذي. يعني أقصد أن عمل غير جريمة النكراء حرق الإطارات بالنسبة للذين يعانون الربو وضيق التنفس. تحياتي لكل البرنامج الراقي وشكرا لك وللقناة. شكرا، شكرا لك أخ سعد. عمر من بغداد، حياك الله يا عمر. حياك وحيا مباك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الحمد لله رب العالمين، تفضل اخويا. نحمد الله، نحمد الله انه الله حظانا بهيك برنامج اللي يوصل صوت المواطن اللي محب بضيج وبضيم. الحمد لله واشكر يا ربي على كل حال. من الاعضاء نواب انه يسوون لنا فشيء مناسب شبابنا، مناسب الشباب، اعطينا العمل. نتمنى انه يوصلنا النتيجه هاي السنه. نعم. احنا اللي فات في بعض الوقت احنا اللي صعدناهم على الرابع ووصلوا المساله اللي يقولها بدراستهم ولا بعنفهم، احنا وصلنا كورونا. وهاي رساله كل النواب وكل اتمنى ان يبغون على الشعب نفس ما يبغون على بيوتهم، نفس ما يبغون على عوائلهم، نفس ما يبغون على ناسهم اللي اقربائهم، اللي هسه اللي نائب اللي يوصل صورته صورة صحيحة هو وعائلته، وصورة الفقير ممسوقة من وجهه. وشكرا لك ولبرنامجكم، وأتمنى. حياك الله أخوي عمر، شكرا جزيلا لك. نرجع إلى نفس موضوعنا قبل ما هاي نجاوب الأستاذ سعد بالنسبة إلى التبعية. التبعية معروفة من كلمتها أنه شخص يتبع شيء معين، هناك العديد من التبعيات الموجودة في كل العالم، لكن ما يقصد في التبعية بالعراق هي تبعية بعض الأحزاب والكتل السياسية أو أغلبهم الأحزاب والكتل السياسية إلى نظام الولي الفقيه في إيران، فهي هاي المقصود بالتبعية اليوم اللي موجودة في النظام السياسي العراقي. نرجع إلى موضوع الحملات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية للمرشحين اللي تابعين إلى الكتل والأحزاب. هناك من يتكلم عن قضية الفساد العراقي ويعطي أرقام ووثائق رسمية تبين كمية الفساد في جانب معين من الجوانب اللي هو يعرف بها وثيقة أو بعض الوثائق حتى يصعد ويقولون الناس أنه هذا دا يكشف، لكن المشكلة أنه أنتم نفسكم كشفتوا هواية من عمليات الفساد، وأنتوا نفسكم كشفتوا هواية من العمليات اللي من المفترض أنه الشعب العراقي اكتشفها، لكن أنتوا نفسكم تكشفون عمليات الفساد بحملات الانتخابية السابقة اللي صارت وراها تؤدون إلى وجود الفساد وبقاء الفساد وترسيخ الفساد عند العملية السياسية العراقية أو عند الأحزاب أو المؤسسات العراقية. هنا السؤال، المواطن العراقي راح يعرف هذا الشيء لو لا؟ أبو صلاح، حياك الله يا أبو صلاح. حياك يوم السلام. هلا بيك يا الغالي. الشيخ أستاذ، أنا عندي كلمة واحدة والله ما بطول عددنا أستاذ. إحنا نريد بطانيات ولا نريد لحفات، يعني نريد بطانيات ولا لحفات، نريد وطن. نقولهم نريد وطن ينطون لحفات، نقولهم نريد وطن ينطون بطانيات، شاء ما عندي بطانيات وما يعرف أخذ لحفات. يعني أخو بعضهم المرشحين ينطي كده تعلم تخدم أخذ لحفات، وبعض المرشحين يقول تعلم أخذ بطانية. أنا بدي حارة ترى، ما العاشق ما نحتاج بطانية، نحتاج وطن، وطن يا ناس،
الوطن أقوى من البطانيات وأقوى من كل شيء. الوطن به كهرباء وبه مي وبه خدمات وبه سيادة وبه كرامة. كرامة يا ناس يا ناس يا خلق الله مدري إيران وإيران وغير إيران وما أدري منه يتحكم بينا. أريد وطن، أريد سيادة، افتهمونا يا ناس افتهمونا. أريد سيادة افتهموا، أريد سيادة. إذا أنتم معكم سيادة ليش تنتخبونا؟ سووا سيادة بعدين ننتخبكم. السلام عليكم أستاذ، تحياتي لك. شكرا شكرا لك أبو صلاح وانضمامك لنا. قضية المعتقلين المفروض يعني المفروض هسه على السياسيين، أريد أسأل المواطنين لما دا يتكلم على قضية المعتقلين شو يسوي؟ لما يطلع سياسي ويقول المهجرين هي شيء لا إنساني وأنه غير معقول أنه يبقون المهجرين في مخيمات النزوح، يعني تتوقعون أنه السياسي بكلامه هذا دا يفيد المواطن العراقي لو المفروض يسوي شيء أو المفروض يعني يصير شيء ثاني غير الكلام حتى المواطن يقتنع؟ شنو المفروض على السياسي اليوم بالعراق يقدم حتى الناس تنتخبه؟ أما اللي موجودين بالعملية السياسية اللي الشعب العراقي رفضهم، اللي موجودين بالأحزاب الفاسدة مثل ما سموهم ثوار تشرين والمواطنين، اللي موجودين داخل الكتل السياسية بالبرلمان العراقي من 2003 إلى اليوم اللي رفضهم الشعب العراقي وكانت مطالب ثورة تشرين إنهم ما يرشحون نفسهم مرة ثانية. المواطن العراقي لما يكتشف اليوم إنه مثلا نوري المالكي مرشح أو هادي العامري مرشح أو قيس الخزعلي مرشح أو حنان الفتلاوي أو بهاء الأعرجي أو عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو أي شخص من هذه الشخوص اللي شاركت بالعملية السياسية من 2003 حتى 2021، شنو موقف المواطن العراقي؟ شنو موقف الشعب العراقي؟ شنو موقفكم أنتو كشعب ثار من 2019 حتى 2021؟ شعب قدم الكثير من الشهداء، قدم الكثير من التضحيات. اليوم أكو هواية من الشباب العراقي أصيب بإعاقة دائمية نتيجة مشاركته في ثورة تشرين والاستخدام الخاطئ للقوة من قبل القوات المسلحة والجيش والميليشيات والحكومة أدت إلى عوق الكثير من المواطنين. هذا المواطن لما يشوف هذا الشخص اللي ثار عليه هو مرشح اليوم بالانتخابات الجاية وأكو احتمال أن يفوز لأنه المال السياسي اليوم بالعراق مو سهل، فأنتوا كمواطنين شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل من المعقول أن المواطن اليوم يصدق بالسياسيين العراقيين لما يعدون ويقولون احنا راح نطلع المعتقلين واحنا راح نرجع النازعين واحنا راح نقدم لكم رواتب ووظائف ونحسن الوضع العراقي ام لا؟ ام سجى من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. يعني الله يحفظكم يما ويخليكم ان شاء الله شكرا على هذا البرنامج. هلا بيك يما. الله يخليك يوم اللي وصل صوت المظلومين. والله يا يما احنا نطالب بالعفو العام. نريد ولياتنا يا يما. بدوى يا يما، والله موتنا يا يما، والله تعبنا يا أم. نعم. أم سجا بعد شوي. يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخت أم سجا، شكرا جزيلا لك. هو معروف طلبها يعني مثل ما قالت العفو العام عن المعتقلين الموجودين بالسجون العراقية، السجون العراقية اللي مكتظة بالناس، السجون العراقية اللي بيها ناس فوق طاقتها الاستيعابية، السجون العراقية اللي الأهالي وذوي المعتقلين ما يقدرون يزورون ولدهم، السجون العراقية اللي المعتقل ما يلاقي بها عناية طبية بحيث أنه من يتمرض يتعالج، لا اللي دا يصير العكس، أكو أمراض وأوبئة موجودة داخل السجون منها أمراض مزمنة بسبب الإهمال الطبي الحكومي وأيضا التعذيب اللي على ضوء ده نفقد كثير من الشباب في السجون العراقية ونفقدهم وأهلهم ما يدرون بيهم. أكو من يسلم جثثهم إلى ذوي المعتقلين وأكو لا. أم حسين من الدجيل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا من المعتقل حسين. اهلا وسهلا بيك يما. سلام هلي. ابني بالناصرين. نعم. ابني بالناصرين. ثلاث شهور وسنة ونص يلا قدرت اشوفه. نعم. ومن رحت علي اشوفه مني اليوم مشيت الثاني يوم احنا بالشارع بعد
متنا من الحار والعطش على مود يودونا عليهم نشوفهم. ورحت شفته يقول ميتين من الجوع وميتون من الحر وملابس يرون وما يخلون احنا نطبب لهم ملابس. ولما ندحر عليهم نشوفه بين ثلاث ايام لا يخلون وحده امه تشوف ابنها ولا كل شيء والازدحام كث الناس فوق ناس اريد اسمع صوته ما اقدر. واب ما يخلوا يروح عليه، اخ ما يخلوا يروح عليه، يعني بس احنا النساوين متعذبه وهم حاكمين حكم باطل وكل شيء ما عندهم بالكليه او بالكليه واخذوه من عندي. وحتى كروه ما عندنا، يعني منين نجيب احنا؟ ليش هيك يسووا فينا؟ يعني لو تشوف لو تشوف حالتنا شلون هناك كان بس الله يساعدنا شلون بس تروح انا وتجن. البطل الدهن بعشره، الدجاجه 25، السمسه ب 17000. يعني بكل شيء حتى الكاشي ما يقدر يضلق نفسه نايم على صفحته على ظهره ما يقدر، نايمين على ثلاث شرابي واحد. نعم. وظلم الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومه هاي مالتنا، حسبي الله ونعم الوكيل. مسلمين امرنا بيد الله ياخذ. نعم. حطوا مستقبله وخلوه قاعد بالسجن، لا بي ولا اجتماع، لو شافوا اسماء واخذوه والله يسكنون بي ويعذبوه لحد ما اصبع ولجنه طبيه سويت ورحت فوق الانسان وراحوا اليوم ما سووا له لجنه طبيه ويحكمونا بدون ما ندري به، تحت عليك ايش سوى حكم. نعم. من شهور ما لقيته حتى يعني ما في وين ما وين الا لقيته محكوم. ايش انت وانا بعد كل شيء ما قدرت اسوي. نعم نعم نعم. يعني شو نسوي احنا؟ امرنا لله، مش امرنا لله وبس انت تسوي لنا حال بس تسوي لنا عفو. نعم نعم. يعني ذاك اليوم اروح اودي فلوس للناصريه، يعني اباك ليلين بودي لين حواله فلوس لهناك الكراوي علينا كلها ودار نروح نودي له ما خلونا اطب، بس وصل لي متوسل بس خلوني اطب عليه بس اشوفه خمس دقائق، يقول ممنوع الا تجيك رساله من عندنا يلا تجين. وانا متعني اريد اودي له فلوس لمن مثل من نام ونام من خواطر راح اوديه هي. نعم. انا وخليك تطبين. اخر الجائر وصلت اهلي ثاني يوم المغرب وديت كل شيء مسرحت يعني وديت اودي له فلوس على مود هم يستفادون من عندهم لا اول ولا ثاني انا بدي اليوم خلصنا. ميتين من العطش مي ماكو المي يبيعون يا بيع يبيعون يا بيع حاصلهم تربل مبردا مشتركين بها ندي بس مشترينها على مود تجيب لهم شويه هواء. نعم نعم. يعني حيرة حيرة شو نسوي احنا؟ الله اكبر شو راح نسوي بعد احنا؟ ايش طلع بدينا بعد شو نسوي لهم؟ نعم 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 نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ام حسين. وصلت رسالتك. ابو علي من ابو غريب، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا اخي والله تعبنا. نعم. يعني تعبنا تعب. ايه. يعني شنو السالفه؟ شنو السالفه؟ برلماني جر برلماني وبرلماني وحكومه جر حكومه وما حقت في هالموضوع. انا اخواني اثنين توفوا بايام الطائفيه. اي نعم. وعندي اثنين توفوا مال كورونا. نعم. يعني شنو السالفه؟ شنو السالفه؟ شنو الموضوع؟ احنا الحدود اردوغان نروح له فدوه ان شاء الله. الحدود ما ياخذ فلوس وخلنا نطلع كليتنا. والله بيناتهم واحد يقتل الاخر. يا عم تعال والله ملينا الله يخليكم انتم اردوغان انتم اللي تريدون توصلون صوتنا. يعني من صدام حسين غير يسوي حال يوم يصرخ ماكو فلان وماكو فلان وعيشه ماكو على وش لعب عدمته صدام حسين؟ على وش عدمته صدام حسين؟ انا اريد اقول له ليش مقتدى عدم صدام حسين غير يشوف للعراقيين
لا تطلع من قيس العرب يعني خير من هذا العامل خير يعني ليش مواعدين ليش مواعدين ومواعدين الشيعة والسنة افتخلي افتح لنا الحدود وصير هنا بحي الاخر خلي واحد يزبع الاخر عمي حمي تعبناه حتى الجهال والنسوان والزلم تعبت تعبت هسه المغيم من تحكي هسه كانت تحكي عمي الحدود قبل ايام المسلمين قال اذهبوا الى الحبشة اذهبوا الى الحبشة وخلصهم وخلصوا الكفار غير واحد يقول لنا اذهبوا مثلا الى تركيا هذا يعني هذا هسه حاكم الجديد غير ضم راسه غير يريد واحد يطلع برا ويقول لنا عم اطلع وسوي تركيا اطلع لاي دوله مثل قبل يعني واحد يذبح الاخر قالوا اذهبوا الى الحبشه من يقول لنا اذهبوا الى الحبشه يا شريف ابن شريف بس عمي ما عندنا ولدنا يوميه تذبح يوميه ويوميه كورونا بالمستشفى مال ابو غريب وهم اللي يذبحوا غريب مستشفى ابو غريب والله العظيم اربعه حلو وكل واحد مسوي شو عنده خمس جهات مدرسه جهه وين نروح ما عندنا امكانيه خل نروح اروح لاي دوله هل يفتحونا اذا هم الشرفاء الدول العربيه احنا الطريق للشيعة وللسنه خلنا ننزل من هاي الحكومه نريد لنا حكومه زينه حكومه زينه والبرلمانيين الشرفاء جايين يقتلون يومين من كتلوحت كان سني ولا شيعي يقتلونهم الشريف الشريف يقتلون يقول كلمه الحق يقتل غير هيك انا دواها احنا خلي يطلعونا عمي يا دقال افتح على والديك افتح لنا الطريق نعم افتح لنا الطريق من هذول ما نعرف منو يقتلنا نعم شكرا 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 جزيلا لك ابو علي احلى شيء يعني بالدعايات الانتخابيه لما نطلع واحد وكاتب رجل الافعال وليس الاقوال شنو الفعل اللي قدموه السياسيين حتى يعني يصدقون بهذه الكلمه او شخص يقول من اجلكم نعمل وباسمكم نتحدث يمكن كانت الدعايه الانتخابيه مع سليم الجبوري مرشحه تقول لا للفساد نعم للبناء اي بناء صار بالعراق من 2003 لليوم عندنا مدن مدمره بنسبه 90% وزاره الصحه او البنيه التحتيه في وزاره الصحه صفر الزراعه القطاع الزراعي اليوم بالعراق ميت القطاع الصناعي اليوم بالعراق ميت القطاع التجاري اليوم بالعراق ميت العراق تحول من دوله كانت منتجه ومستهلكه في نفس الوقت اكو احتياجات ما يقدر ينتجها كان العراق يستوردها لكن اليوم العراق اصبح 100% مستورد للفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعيه للمحاصيل الانتاجيه للمستلزمات كل شيء اليوم العراق تحول الى 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 بلد مستهلك ومستورد اليوم اموال العراق نبيع النفط تجي الميزانيه ملياريه يباعون العراق على الميزانيه العراقيين عفوا على الميزانيه يقولون هاي الميزانيه راح تبني العراق لانه هي ميزانيه سنه او سنتين من ميزانيات العراق من 2003 لليوم تبني البلد عاد ميزانية 18 أو 19 سنة محمد حياك الله يا محمد من بغداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والرحمة والإكرام أنا في بداية حديثي أب أنه أقول أنه المرشحين يعني الآن بنشوف الصور ونشوف الدعايات الانتخابية ونشوف واحدهم لازم الكرت والثاني لازم الفاتح والثالث يهتف بصوت الشباب بس أنا أريد أسأل سؤال نعم هذول قبل الانتخابات وين كانوا وعلى من يضحكون نعم يعني تمر بشوارع بغداد أنا أتكلم وياك اليوم من بغداد اليوم تمر بشوارع بغداد
قوائم ما اريد اذكر لك بالاسماء، ولكن تلقى شوارع بغداد ممتلئه بالدعايات الانتخابيه، وتلقى انا يوم امس كنت بحي الجامعه ببغداد لقيت شباب بالكمين على فد شخص لازم لك شرك، وبالعامريه وبحي العدل وبالشعب والى اخره. يعني دول على من يعني هل في عقولهم الساذجه انه تعبر بعد على الشعب العراقي وعلى ابناء الشعب هذا الموضوع؟ يعني وين كان قبل؟ هسه يلا بدا يحكي باسم الشباب ونعين الشباب والشباب ومستقبل الشباب، واليوم بدا يبلط شارع، واليوم بدا يشوف الخروقات الامنيه. وين كان قبل هذا هسه المرجح اللي هسه اللي ايا كانت المسميات، وين كانوا قبل؟ عم الشعب العراقي بعد ما تمشي عليه هاي السوالف، ما تمشي عليه نهائيا. ومبيت ذيك يعني الموضوع رياء، نعم، وما الفائده من عنده؟ انت اليوم تجي تريد هسه يلا تريد تبلط شارع، او هسه يلا تريد تعين الشباب، او هسه يلا تريد تبني لك مسجد، وهسه يلا تريد تطلع المساجين المظلومين، وهسه وين كنت؟ ثورة تشرين وين كنتوا؟ صارتكم 14 15 سنة وين كنتوا؟ هسه يلا بدأت يعني ما الانتخابات وبديت ما تمشي بعد. أنا أريد أوصل رسالة اليوم عبر قناتكم الشريفة النزيهة اللي هي دائما صوت بالحق وبدون مجاملة وبدون مبالغة. هاي المواضيع الدعايات الانتخابية بعد ما تمشي على أحد، وأكثرية الشعب العراقي بعد ما ينتخب لأن ملينة أصبح الشيء. أنا اليوم رجال عمري 38 سنة، اليوم لحد الآن أنا بدون تعيين وبدون عمل وبدون وظيفة وقاعد إيجار وما أملك شبر بهذا العراق. يجي هسه المرشح يعمل له قطعة ويلم لناس على دورته شاي وشب. أنا أدز لكم تصوير وأدز لكم فيديوهات عبر الخاص، راح أشوفكم المرشحين ايش يسوون وايش يكتبون على الناس وايش يكتبون على الشباب. يا ريت تدزها مو على رقم الواتساب المخصص للبرامج، اكو بالشريط الابيض اللي يظهر اسفل الشاشه رقم نافذه انت ترى، اذا اي شخص او اي مواطن عنده فيديو يريد يبثه عن طريق قناه الرافدين او يتوقع انه هذا الفيديو يفيد قناه الرافدين يدزه على ذاك الرقم، لانه ذاك الرقم اللي اكو الى متابعه اكثر من رقم الواتساب. هذا الرقم راح تلقونه به فقط في البرامج، فاكو هوايه من الرسائل دا ترسل ومو اثناء البث ما نشوفها. فاللي يريد يدز لنا فيديو اخويا العزيز محمد يدز على نافذه انت ترى. نعم الله يبارك فيك. انا ارجو من الاخوان بالكنترول يبعثوا لي الرقم حتى اني انا رجل اعلامي حر طبعا. نعم انا دا اشاهد ودا اشوف ودا انتقد بيني وبين نفسي، لان تدري ليش؟ لان صراحه انه قمنا نخاف. تحكي تبتلي، تسكت يفت لك الخلاص. تشوف دا تشوف الكذب ودا تشوف الضيم ودا تشوف قدام عيونك، ما تقدر تحكي، ما تقدر تسولف، لان من تسولف تطلع انت بحثي وتطلع انت فلان وتطلع انت هاي. هذا مجتمعنا اللي دا يعيش فيه الان، من ضيم ومن حرمان ومن قله بالخدمات. هسه يطلع لك المرشح، انا المرشح، انا اليوم بخدمه شعبي، انا اليوم بخدمه لعب. وين كنت قبل؟ نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك اخويا محمد. ابو ريتاج من بغداد، حياك الله يا ابو ريتاج. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك فيك ويبارك قناه الرافدين وكل كادره المحترم. حياك الله يا اخوي العزيز. سلام الاخ محمد قبل شوي، وكل انسان شريف نطق بلسان نظيف. حياك الله. انا ما اريد اطيل عليكم بالكلام، بس ارد اقول اوجه كلامي للعامري والمالكي وكل الأحزاب والميليشيات الآن اللي تحكم. إحنا ما أقول إحنا تحكم بينا، أنا بالنسبة إلي وأمثالي ما تحكم بينا، ذولي يحكمون من يمثلهم ومن اللي يمشي وراهم اللي يسمحهم. نعم.
الله ينعم عليك، ولو انا دوخك يجوز بالكلام. لا يا اخوي لك مطلق الحريه، تفضل. مثلون يمثلون من يحكمهم ومن يمشي وراهم، من يدعي بيهم، من يدعون بيهم. بس ارد اقول كلام واحد، وقفوهم انهم مسؤولون. صدقني من 2003 لحد هذا اليوم، طبعا انا اعتذر يعني مجبور شويه اغير بالكلام، من 2003 لحد هذا اليوم الكل مسؤول بالعراق، وكل مسؤول امام الله. من دم نزف بالعراق، من سني او شيعي او مسيحي او صابئي او ايزيدي او بوذي او كائن او المهم هو عراقي، لكن والله سوف يلعنهم التاريخ. بس انا هاي رسالتي راح توصل من خلال قناتكم الشريفه، والله والله قسما بالله انا ومن معي واصدقائي الاشراف طيبين، والله لو بقت هاي الوجوه نفسها اللي راح تحكم البلد 10-10 او بعد 10 او غير 10-10، والله لا ان وقفه مشرفه في ساحه الشهداء ساحه التحرير، والله ان وقفه مشرفه في ساحه نعم. وارجع اعلق على شخص اذا تسمح لي استاذ العزيز، ارجع اعلق على شخص قبل فتره يقول ذول اللي جاي يقتلون النشطاء الشرفاء يقول حرامات تسمونهم شهداء، ارد اقول له ذول تاج راسك وراس اسيادك، تاج راسك وراس اسياد امتك وخامنيك وخمينيك اللي دمروا العراق، والله وكل انسان بهاي الاربعينيه اللي راح تجي وهذا عاشور، كل انسان يقول لبيك يا حسين، الحسين بريء منه لان الحسين يقول خرجت لطلب الاصلاح في امه جد رسول الله، لكن والله سوف يلعنهم التاريخ وبيهم بخت كون ما يبقون هالمره بالانتخابات وينجح واحد من عندهم سواء المالكي او الهالكي الله يهلك او العامري او قوم العامري، انطينا اولاد عمنا وانطينا اعز اصدقاء عندنا. نعم. وارد اقول لك فد معلومه استاذ العزيز. نعم. عندنا الان في منطقه وانا الشباب اللي اعطيتهم معلومات عني هم يقولوا لك الى خمين جاي يتصل. كل ام وقت الغروب اعرفها اللي ابنها راح بالمظاهرات. وقت الغروب جاي تدعي اللي ما تنزل ايدها لحد ما تتعب. لكن نسأل الله بأحق محمد وآل محمد أن يشلهم ويبعد هذا الوباء، هو مو وباء وإنما وباء الأحزاب ولا وباء الميليشيات اللي إجت للعراق هدفها قتل وتهجير إخواننا ما يخص السنة وما يخص الشاب العراقي والتعليم العراقي. نعم، شكرا شكرا لك أبو رتاج. اليوم القتل والتعذيب يعني تعدت قضية أنه السنة والشيعة، خلونا نكون صريحين، أثبت الشعب العراقي أنه ماكو طائفية بيناتهم، وأثبتت الميليشيات في تعاملها مع العراق أنه هي همينة ما تتعامل ويا الشعب العراقي بطائفية، هي عدها اليوم الشعب العراقي على حد سواء. فاللي دا يصير بالجنوب مو قليل حتى نقول أن اللي عاشوا الأنبار وصلاح الدين والنينوى أصعب من اللي دا يعيشوا أهالي الجنوب، فذي قار شافت ما شافت والبصرة كذلك ومحافظات كثيرة من الجنوب. فيا أخي العزيز اليوم الميليشيات تنظر إلى الشعب العراقي بنفس الكفة، فهو ابن الطائفة دين قتل وابن الطائفة الثانية دين قتل وابن الطائفة الثالثة دين قتل، فهم ما عندهم يعني فرز لهذه الطوائف، هم عندهم فرز آخر أنتوا تعرفوا، أتمنى تقولوا لي عليه شنو فرزهم للمواطن العراقي. أبو حسين من بغداد، حياك الله يا أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي العزيز سامي أبو حسين من بغداد. حياك الله أخوي العزيز. الله يسلمك، حيا ودوم، الله يبارك فيكم وبقناة الشريف. سلمك ربي. داعي الحقوق المظلومين. واجبنا. عندي ابني صار 5 سنوات محكوم ما أقدر أشوفه. وأنا مخليه بالناصرية وأنا ببغداد، لا إحنا فلوس الروح وهذا، وحتى لو يطلبنا بس نشوفه ثالث، حتى لو نداين فلوسه والروح تراوي ومستوفى إن الله نجي نريد نشوفه. أنا عمري 65 سنة إلك طولت العمر يا أبا، ذاك المكان وما شايفه بعيني، يمكن شوفه إلما أموت
ما اقدر. لك طولة العمر عمي ابو حسين. عمي ابو حسين سؤال، انت قلت لي صار لخمس سنوات، يعني عندنا نحكي من 2016، شنو القضية اللي نخذ عليها ابنك، او شنو التهمة، وين ومن وين ومنو اخذها؟ ايه طالب كلية واخذوه، هو تمرض صار عنده تهتر بالاعصاب المحيطة، فاخذته لأسوي عملية في المستشفى، اجوا علي بالمستشفى بغداد وكان ياخذوه، ووقت ما نعرفهم وكان ياخذوه من العملية، يعني مسوي عملية بنفس اليوم أخذوه زيهن. وهو مسوي عملية أخذوه وراحوا، وبعد ما شفته ثمان أشهر ما أدري دي وين، أروح أراجع أفتاب أي معلومات بالطول ولا أدري دي وين ما هو. ورا ثمان أشهر يقولوا لي ابنك محكوم، دقيت حاسبة ابنك محكوم وقابيه أول مرة بالرصافة، وبعدين واجهناه بالرصافة هنا، ما أواجهه أنا، أنت تروح تواجهه. ورا ما واجهته هذا أشهر ردوا نقلوه للناصرية، حطيت محامية اثنين نصبوا علي، أخذوا فلوسي وراحوا تليفوناتهم لا موجودين ولا يردون علي، ولا اتهمت من عندهم كل شيء. بعدين تروح أمه تواجهها يومين تظل بالطريق حتى تواجهها، ما يخلون رجال يواجهها، لا أخو لا أبو لا عمه لا تواجهها. تهمت شنو؟ تهمت شنو أبو حسين؟ تهمت شنو؟ التهمة مالته الأستاذ العزيز، أنت تعرف يعني هم حتى القضاء مغلوب على أمرهم، ما يحكمون على القانون ولا يحكمون، لأنه شسمه تجيهم إحاءات إقليمية من خارج الحدود يحكمون لازم بعدهم لو أبد. طيب. هذا الحكم مالهم كلهم أربع أرهاب يتهمون علي مخبر سري وما ندري شنو مسوي مخبر سري، وهذا هو. ولقينا سألنا من عنده أو خلينا محامية أول مرة بس شافوا القضية مالته والدعوة، يقولون مسوي له مخلين سلاح داير مجدوره، ومين جايب له السلاح؟ وهو بالمستشفى، المستشفى مخلين سلاح داير مجدوره ومتهمينه معلقيه 10 أيام مدفون، 15 يوم معلقيه فوق. فهذا يعترف كل شيء، شي سألونه يعترف ويبصمونه غصب من البصم. نعم. شكرا 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 لك ابو حسين، وربي يرد لك ابنك سالم غانم ويطول بعمرك يا ابا. عمر من صلاح الدين كان مفروض يدخل ويانا لكن قطع الاتصال وياه، اما الان ابو عماد من بغداد، حياك الله يا ابو عماد. وين قال حياك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز، تفضل. الله يجزيكم عنا وعن المسلمين كل خير على البرنامج وعلى الاذاعه اللي تنقل هموم الناس. واجبنا اخوي. الله يرحم والديكم. يا أخوي أنا اللي أحاجيك اسمعني، أنا اللي أحاجيك ثمان سنوات وثلاث أشهر أنا موقوف، ثمان سنوات وثلاث أشهر أنا موقوف، اسمع. نعم. على دعوة وراء ثمان سنوات وثلاث أشهر موقوف على دعوة، وقفت على قاضي وليد قاضي مسكنة الكرخ البحرية، قال هاي شنو دعوة موقوف عليها؟ هاي ما تستحق توقف عليها سنة ابني، اسمعني. ما تستحق شنو؟ يقول ما تستحق سنة توقف عليها، متوقف عليها 8 سنوات وثلاث أشهر، قلت له والله 8 سنوات وثلاث أشهر وتاريخ عندك 23/2012 لحد 3/6/2019. نعم. اسمعني، أشكال التعليم تعذبني. والله الآخر لحد الآن بالسامنة. نعم. هذا جديد عن خط التحقيق صباح المسلم، الكل تعرفه. يقول أنتم قاتلونا بالسلاح وإحنا نقاتلكم بالقلم. والله ما يفوت واحد يقول من جوا الجناح إلى ما شرع حد وجزل الناصرية. صباح الموت ومعروف. معروف على كلام قاضي، مو كلام لا جندي ولا كلام ضابط تحقيق ولا كلام
يقول ضباط التحقيق اقسم لك بالله ثلاث اسمع ضباط التحقيق يقول عندنا احنا عندنا امر لانه تموت جوا بالتحقيق تموت الصالح او قلبي يرجع الامر نعم نعم أبو عماد اللي يبدو أنه أكو مشكلة بالصوت من المصدر شكرا جزيلا لك يعني أبو عماد بيّن لنا قضية أنه يقول أنا 8 سنوات و3 أشهر معتقل وداخل السجون العراقية وقفت أمام القاضي يقول له أنت سنة ما تتوقف المشكلة وما بها يا سيدي العزيز أنه المعتقل مفروض أكو تحقيق التحقيق لازم يكون شفاف الأهل المعتقل يعرفون هو بي وين يوكلوا له محامي يعرفون القضية هو أكو قضايا هواية نحكموا بها أبرياء مثل حضرتك وغيرك لكن يا سيدي العزيز اليوم القضاء العراقي هو أصبح قضاء للسياسيين فالأحزاب والكتل السياسية اللي تريده القضاء يمشي بالنسبة إلى رسائل الواتساب السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع العراق دولة قوية وذات سيادة مستقلة ووقع العراق بقبضة احتلال الأمريكي الإيراني عام 2003 منذ ذلك الحين واليومنا هذا العراق بدون إدارة دولة سوتها بدول العالم وهذا الحال مسؤول عنه الشعب العراقي وإرادة الشعوب لا تقهر والحال وصل نهاية المطاف لن يتحمل أكثر من هذا الواجب طرد المحتل الأمريكي ومحاسبة الفاسدين أعوان المحتل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الرافدين أحاطكم الله رب العزة والجلال بأنوار جناته إن شاء الله وداز رسالة يقول بدايتها يرتكز الفرس على عبارة مصائب قوم عند قوم فوائد إذا اجتاحت جحافلهم أرض بابل بعد سقوط بغداد على يد المغول وتمددوا في العراق بعد غزو أمريكي الذي فتح لهم الأبواب لنهب الثروات لضمان إبقاء العراقيين منشغلين في الصراعات الداخلية السلام عليكم أخي العزيز أي انتخابات يتحدثون هؤلاء عملاء وكل الأحزاب التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي هي دمرت العراق وهم سرقوا أموال الشعب العراقي والمرشحين هم جزء من الأحزاب التي حكمت ونهبت ثروات العراق وخلقوا الفتنة والفوضى بين أبناء الشعب العراقي السلام عليكم القنوات البطلة أخي السياسيين الخونة والجواسيس باعوا شرفهم الإيران المجوس من العامري والمالكي والعمار أبو القصور السلام عليكم أنا أم علي من بغداد أستاذ أنا ما أنتخب خلي يشوفون حل بولدنا بالسجن جوع وتعذيب خلي يروح يشوف سجون شنو بيها كلها حرامية السلام عليكم أخي العزيز هاي نفس الوجه نفس الوجوه نور المالكي لو عمار لو مقتدى يا انتخابات هاي جاي يقتلون ويهجرون بشبابنا حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة وعلى الأحزاب اليوم المرشحين السياسيين دا يستغلون نفس القضايا ونفس جروح الشعب العراقي اللي بدت تتفتح من عام 2003 بدخول القوات الأمريكية واحتلال هذا البلد نتيجة كذبة وأصبح البلد محتل ونتيجة هذه الكذبة نطينا ملايين الشهداء وملايين الأرامل وملايين الأيتام ومع ذلك ما وقف العدد عند هنا جت الأحزاب والكتل السياسية اللي حكمت البلد وفتتت البلد سنة عن سنة أكثر وأكثر واليوم البلد فقر أكثر من 40% بطالة جهل أمية والشعب العراقي عايش بالضيم نتيجة أنه ماكو سياسي يحب هذا الوطن ومواطني الحل بيد منه بديكم أنتم نلتقيكم على خير إن شاء الله نفس الموعد باكر في أمان الله